خدكم بقى ونروح لاخر اختياراتكم في افضل 3 لاعبين في مباراه المريخ الاخيره. والحقيقه المباراه دي زي ما قلت لكم في حلقه اول امبارح انه كان فيها منافسه كبيره جدا بين 4 اسماء، كان عبد القادر وشريف والسوليه وهاني. لكن الحقيقه لغايه امبارح لما عملنا فرز نهائي لاختياراتكم قدر محمد شريف وفارق كبير جدا راح لبعيد باصوات الجماهير ياخد المركز الاول ويضيف لرصيده اول 3 نقاط الموسم ده. شريف كان من اهم لعيبه الاهلي الموسم اللي فات وباختياراتكم كان دايما بينافس على المراكز الـ3 الاولى، ونتمنى ان شاء الله انه الـ3 نقاط دول يرجعوا شريف ويدخلوه في المنافسه بشكل قوي. في المركز الثاني كان نجم الاهلي الموسم ده الحقيقه واللي ماشي بسرعه صاروخ احمد عبد القادر، واللي ما زلت عند كلمتي وما زلت عند رهاني على عبد القادر السيزون ده هيكون ليه دور مهم جدا جدا مع فريق النادي الاهلي، وثقه جمهور النادي الاهلي فيه بتكبر يوم بعد يوم. وفي المركز الثالث كان المتالق والمنافسه كانت بينهم قويه جدا كان عمرو السوليه طبعا نجم خط نص النادي الاهلي ومنتخب مصر. الحقيقه يمكن يعني عمرو طول عمره لاعب مؤثر ولاعب كبير، لكن السنه دي عمرو في حته تانية، يعني تحس انه استوى ونضج وبقى عنده خبرات كبيره جدا وبقى عنده شخصيه القائد واضحه جدا جوه الملعب، وبيعرف يكلم لعيبته وبيعرف يتعامل مع المشكلات اللي بيواجهها اي فريق في اي مباراه. فالحقيقه عمرو بصراحه السنه دي بيقدم مستوى اكتر من رائع، نتمنى بس ربنا يحفظه من شر الاصابات ويكون ليه دور كبير مع الاهلي ومع منتخب مصر. ونشوف بقى بعد اختياراتكم جدول الترتيب وصل لغايه فين. في المركز الاول ما زال حمدي فتحي المتالق في صداره الترتيب برصيد 15 نقطه من 16 مشاركه، اكرم توفيق الغائب ولكنه الحقيقه كان مقدم بدايه قويه سمحها له لغايه دلوقتي انه يحافظ على المركز الثاني رغم اقتراب يعني اليو جانج وعبد القادر بقوه وراه بنقطه واحده، اليو جانج ب 11 نقطه من 17 مشاركه وعبد القادر 11 نقطه برده بعد النقطتين اللي ضافهم رصيده من 16 مشاركه. علي معلول بينفرد بالمركز الخامس لوحده دلوقتي بعد ما كان بيشارك فيه احمد عبد القادر ب9 نقاط من 16 نقطه، عرضياتك بلسم يا معلول. بيرسي تاو في المركز السادس برصيد 7 نقاط ب12 مشاركه، ومحمد هاني برصيد 6 نقاط من 15 مشاركه، بيليهم عمار حمدي. الف سلامه يا عمار وترجع ان شاء الله في اقرب فرصه. بعد كده السوليه ب6 نقاط من 14 مشاركه، ومحمد مجدي قفشه 5 نقاط من 17 مشاركة. وجدول الترتيب زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين وبقية الترتيب في كل المراكز.